انتي زعلانة عليها بجد؟ قلبك موجوع عشانها؟ ايوه يا ريتيل، قلبك موجوع عشان جبرية يا ريتيل، موجوع عشان جبرية. ريتيل مالك يا حبيبتي قاعدة لوحدك وسايبانا تحت؟ مش قادرة يا زينب، مش عايزة اتكلم مع حد، سيبيني لوحدي. معلش يا حبيبتي يلا لازم تنزلي تحت، حسن سأل عليكي كذا مرة. سيبيني يا زينب، سيبيني، أنا السبب يا زينب، أنا السبب في اللي أنا عملته، أنا السبب، أنا السبب يا زينب. اهدي بس، أنت السبب في إيه؟ أنا اللي جريت ورا نعيمة، كنت عايزة أموتها وهي كانت عارفة باللي أنا هعمله. جت ورايا، جت ورايا، جبرية دخلت السجن بدالي يا زينب. جبرية، جبرية اللي كان بينه وبينها نار، هي اللي بتحميني في الآخر. بس مش عايزة أسمع الكلمة دي، فاهمة؟ محدش يعرف بالكلام ده. يعني إيه؟ هفضل كاتمة في قلبي؟ لازم أتكلم، أنا لو ما اتكلمتش هموت. ما بقاش ينفع دلوقتي، خلاص اللي حصل حصل، وأي حد عنده حاجة يقفل عليها في قلبه ويسكت. مش قادرة يا زينب، مش قادرة، هفضل شايلة ذنبها، هفضل شايلة ذنبها طول عمري يا زينب. أنتِ مالكيش أي ذنب، جبرية عملت كده عشان تكفر عن ذنوبها وعلى اللي عملته فينا أيام بابا الله يرحمه. بقول لك إيه يا رتال، إحنا بننسى بس ربنا ما بينساش، وبيحاسب كل حد على اللي عمله. خلاص يلا قومي اغسلي وشك كده وننزل تحت عشان حسن يشوفك ويحس ان انت واقفه جنبه في ظهره. يلا يا حبيبتي يلا، خلاص يلا، اوعي تجيبي سيره. أنا قلقانة أوي على ماما، أنا جبت تصريح علشان نزورها، أنا عارفة هي هتبقى عاملة إزاي دلوقتي. هتقدروا تنزلوا معايا مصر بكرة ولا صعب؟ قولي يا رب. جبروت وعنده كبر، واليوم بيجر يوم، وإحنا مش واخدين بالنا النهاية فين. عمري ما تخيلت إن عيني هتبكي على جبرية، ولا قلبي هيتوجع على فراقها. إحنا عمرنا ما اتفقنا، حتى لما كنا بنتفق كان عشان يبقى في مصلحة بيني وبينها. جبرية لما اتجوزت عبد الحكيم وجابها تقعد في وسطنا في البيت، شفتها زي اللي جاي ياخد لقمة من خشمي. قلت إني لازم أكسرها، لازم أخليها تعرف إن أنا ست البيت. لقيتها شديدة جامدة، محدش يكسرها، اللي يكسرها تكسره ولا يهمها. فضلت طول الوقت شايفة عيوبها وبس، عمري ما شفت الحلو اللي فيها. عارفين ايه هو الحلو اللي فيها؟ جبرية كانت شايفة البيت الكبير، شايفة بيت عبد الشواد هو البيت الكبير اللي البلد كلها لازم تقف قدامه باحترام. كانت تحب عيالها أكتر من روحها، عندها استعداد تديهم نن عينها من جوا. جبرية كانت واقفة جار عبد الحكيم، وكانت هي عمود البيت لما يغيب. آه
همسك في خناك مين؟ هترمي في حضن مين؟ آه يا جبرية حرام عليكي. جوزك يفكر يكون عايز منك حاجة.